اسحب الفتحه على طول. سبرنت من نص الملعب ما دخلتش، ودي عندي المهم ما دخلتش، انا واقف مكاني وهتلاقيني بشاور بايدي كده وبدي ايحاء للناس كلها ان الكوره ما فيش، بتاكد للدنيا كلها بقول لك العب. ماشي يا جماعه، دي الاولى. الثانيه بره ولا جوه؟ في ركلات الجزاء بالنسبه لخط ال 18 الموازي ليك والقطر لغايه الدايره، القوس بتاع الدايره. انا صفرت وجاي من بعيد برفع كده وببص لك جوه، ادخل مكانك على طول، ما تقوليش اروح عند الرايه الركنيه، هدخل مكاني على طول. بره هقف مكاني انا انت بتديني حق الكرة بره، هتلاقيني رحت هناك ورحت مشاور. ماشي يا جماعه. الثالثه، لو انت شايف ان اللعيب مطلع الكوره بايده واضحه بنسبه 100%، مطلع الكوره كده او كده او ماسكه الكوره، وانا زاويه الرؤيه بالنسبه لي شايف ان زاويه الرؤيه ما تسمحش ان انا اشوف الحدث ده، انت في اللحظه دي بقى، احنا دلوقتي احنا عاوزين العداله في الاول وفي الاخر، بتدور على العدل. يبقى انت كده كابتن، وانزل مكانك في ركله الجزاء، ما تقفش وتعمل لي كده، لان كده انا ممكن يهيئ ليا انك مدي فاول عكسي. يبقى انا كده وانزل سبرنت على طول، بنوصل للعداله من خلالك، لان لو اي واحد فينا شاف الصح وعملناه وصلنا للحقيقه كلها. يعني واضح ان يعني حبك عند جماهير مصر كلها، ولكن انا الاول مره اشوف عمرو بيلف المدرجات كلها، سواء نادي الزمالك او جماهير النادي المصري اللي كلها هتفت لك ولفيت انت الملعب. ده دليل ان عمرو زكي لاعب كبير لم ياخذ حظه الكافي في الاحتراف. توافقني في الكلام ده؟ لا الحمد لله والشكر لله. طبعا يعني كل واحد بياخد نصيبه ورزقه، والحمد لله انا جات لي الفرصه وقدرت ان انا ادي فيها بشكل كبير. ممكن كنت ابقى افضل، لكن ربنا رد كده، ممكن ظروف، ممكن الكلام ده كله، لكن الحمد لله شكرا. الواحد يعني طبعا بيبقى سعيد ان حب الجمهور ده بالدنيا كلها، وحب الناس ده احسن حاجه في الدنيا، سواء من جمهور الزمالك او من الجمهور المصري. وطبعا معروف الجمهور المصري طول عمره عاشق للرياضه، وبتمنى لهم يعني مره ثانيه ومن خلال حضرتك ان هم يقعدوا في الدوري، ونتمنى النهارده مباراه تليق باسم الفرقتين، فرقه كبيره فرقه المصري، فرقه كبيره فريق الزمالك. هنقول لك الف مبروك يا كابتن ياسر، يعني قول اداء جيد للنادي المصري. معلش يا شاهين، احنا ممنوعين خالص. خش
كابتن حازم امام عضو مجلس اداره نادي الزمالك، مبروك الفوز. يعني نادي الزمالك ما شاء الله في الدور الثاني نمسك الخشب، يعني شكل جديد. انا مبسوط الاول بالجمهور، جمهور جميل، جمهور محترم، جمهور مصري بيشجع فريقه، روحه حلوه. بس هو هاجم حسام مش عارف ليه، يعني طبيعي ان هو يجي يكسب يعني، حسام دي شغلته يعني. بس هو ناس محترمه هنا، ومقابله جميله جدا، استكمل ابو علي راجل محترم، عمل فرقه كويسه، والمصري فرقه كويسه جدا، وكان في فترات كتير هي احسن مننا. فهي كوره مكسب وخساره يعني، فالحمد لله احنا كسبنا ماتش كويس، وعاملين ماتش زي ما انت قلت الدور الثاني احسن بكتير، والحمد لله. يمكن النهارده بعد تعادل متهيألي في توشيتو ام بي كمان، فبقينا فرقنا الخمس نقط او يعني الحمد لله. فان شاء الله بقى السنه الجايه نبقى احسن، عندنا كاس مصر برضه ان شاء الله نخلص فيه كويس باذن الله. Feel sad, are you expecting this result before the match? Definitely I'm feeling very much sad about many. هو يشعر بالاسى والحزن يعني. I never expect this result. عمري ما كنت اتوقع النتيجه ديت. And like the game has been shown. وزي ما انت شفت يعني المباراه ما كانتش كده خالص. Football, we don't have to hide. بالنسبه للكوره احنا كنا كويسين يعني. Over the period of the time we are definitely the better team, the better football team. خلال فترات المباراه تشعر ان احنا بنلعب يعني ان احنا كنا الفريق الافضل وان احنا بنلعب كوره جيده يعني. But unfortunately we scored at least 4 goals today. يعني على الاقل احنا لو كنا مركزين والحظ ساعدنا كنا نحرز على الاقل 4 اهداف النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتيجه ماشيه عكس المباراه خالص. احنا والله العظيم انا اول مره اشوف نادي المصري كويس جدا يعني النهارده، عاملين الشوط الاول كويس، غلطتين الشوط الاول غلطه يعني، اعتقد ان هم خلصوا على الفرقه بالبلدي 2-0، همدوا الفرقه شويه، دخلنا بين الشوطين، نزلنا الشوط الثاني اعتقد ال 45 دقيقه في منطقه الزمالك جبنا جون، وضيعنا 3-4 اجوان وراهم، هم راحوا بالكوره بيجيبوها جون، فدي حاجه صعبه يعني. فمش عارف انا، ربنا يسترها يعني، ربنا يسهل الفتره الجايه وربنا يسهل. احنا طبعا مش عارف انا اقول ايه والله، ربنا يعلم يعني الواحد بيتعب قد ايه، وربنا يعلم ان احنا مش عايزين نزعل حتى العيل الصغير، مش جمهور بورسعيد خالص ولا محافظه بورسعيد، بس دي كوره. احنا ربنا مش راضي ان احنا نكسب، بنلاعب فريق زي فرقه الزمالك، فريق يمتلك لعيبه كويسه، المكسب مش بالعافيه. احنا مقصرين مش قصدين ان احنا نضايق الجمهور، بالعكس خالص، احنا جايين هنا عشان الناس دي وبنحب الناس دي. اي لعيب بيجي بورسعيد بيبقى حابب اللي هو يجي بورسعيد عشان الجمهور الجميل ده، فمش عارف ايه اللي بيحصل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتيجه النهارده مش متوقعه خالص، اتغدرنا بجنين كده في اول ماتش غلطات، بس اي حد بيغلط يعني. نزلنا الشوط الثاني مركزين، قدرنا نجيب الجول الاولاني، وضيعنا فرصه واثنين وثلاثه، اتردت علينا بجون، ربنا بيعاقبنا عشان الاجوان اللي بتروح مننا ديت. بس احنا كنا نفسنا نكسب النهارده عشان نفرح الجمهور دوت، بس ما قدرناش نفرحه. بس ان شاء الله نقدر نركز الماتشات الجايه بقى، لان خلاص كان الامور صعبه خالص، والفرقه كلها زي بعض، فربنا يكرم ان شاء الله الماتش اللي جاي ان شاء الله. هيك عليهم هو